ركب على الاتجاه جرى اللي هي الجرى تقولش النظام الجزائري لبس بزاف بحشمش كل مرة تخرج الدم بكلام وتدفعوا الرشاوي على المغرب باش انهم يحاولوا يزعزعوا الوحدة ديالو والاستقرار ديالو ولكن ما تمكنوش. ها انتم تشوفوا ها الدخلة ها العيون جميع تشوف واحد العديد من القنصليات ديال العديد من الدول لأنها جات وحبس حال القنصلية ديالها تما وهذا يدل على شيء فإنما يدل على أن المغرب قوي دبلوماسية مغربية قوية. ينعقد هذا اللقاء كالتطورات اللي عرفها المغرب حول القرار البرلمان الأوروبي اللي جينا اليوم هنا وجاوبنا على القرار البائس واننا اكدنا على التفاف المغرب وراء قياده جلاله الملك واننا لا يزحزحنا هذا القرار ولا غير دي جدوى وانه قرار مردود عليهم وهو مدفوع من طرف الجاره الجزائر وكذلك المغاربه فهم ردوا بكل جرأة وكل سرعة على هذا القرار المشؤوم ولأنه لا غير دي جدوى كما قلت وأنه المغرب يسير الحمد لله بسرعة من أجل تحقيق كل ما يصب إليه هذا البلد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس عزه الله ونصره. وكما أشرت فالمغرب يعلم الجميع أن المغرب يملي ولا يملى عليه. المغرب الحمد لله له تاريخ له ما له من طاقات بشرية وعلمية وكل ما من شأنه أن يقف سدا مانعا لكل هؤلاء أي أعداء أو خصوم الوحدة الترابية. فاللقاء اليوم الذي حضروا واحد العديد من الجيوش الشابة وأنهم كلهم حماس كلهم تفاؤل كلهم مستعدون من أجل التصدي لكل ما من شأنه المساس بالوحدة الترابية. فالمغرب بقيادة جلالة الملك فهو قائد استطاع الحمد لله أن يحقق العديد من المكاسب على الصعيد المحلي والدولي وأن الحمد لله كما تعلمون ويعلم الجميع أن زيارات إفريقيا هي التي ساهمت في زعزعة البرلمان الأوروبي الذي تدفعه أنتم تلك الدولة المعلومة. نعم. في نظركم من يقف وراء هذه الحملة الشرسة التي تشوفون؟ الدولة المعلومة أشرت إليها هي أنتم تعرفون هي فرنسا وما جاورها. فكذلك الجارة الجزائر أقول النظام الجزائري هو الذي يحاول التشويش ويحاول زعزعة الاستقرار المغربي لكن لا يمكن له أن يصل إلى كل ما يصب إليه. فالمغرب الحمد لله المغرب له تاريخ كما أشرت وله الحمد لله قوة ديالته وله مكانة ديالته على الصعيد الإفريقي والصعيد الدولي وأنا فتح العديد من القنصليات واعتراف الأمريكي بمغرب الصحراء خير جواب على كل أطروحاتهم. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.